بسم الله الرحمن الرحيم. الاسم عبد الرحمن كاشير من مدينه التليوي. الحمد لله اليوم تمكنت انني ندير المرتبه الاولى في السباق 20 كيلومتر يعني انترناسيونال ديال مراكش الحمد لله، وتمكنت انني نتغلب على الدائن المغاربه اللي في المستوى عالي وحتى الغدائن اثيوبيا وكينيا. يعني حاولت انني ناخذ المبادره ديالي من 17 كيلومتر لخط الوصول، والحمد لله حققت يعني توقيت جيد والركور ديال الحمد لله ديال ذاك العام، وهذا الشيء كيرجع من المدربين ديالي والناس اللي كيساعدوني الحمد لله على المجهودات ديالهم، كنشكرهم بزاف. وصراحه يعني بالنسبه للتنظيم كان في المستوى جيد، والحمد لله كنتمنى انني يكون الخير مازال الخير ان شاء الله القدام، نحقق مازال نحقق الانجازات ان شاء الله. كنتمنى انني ندير يعني شي حاجه رسميه مثلا بحال بطوله العالم ان شاء الله، ندير فيه شي ميداي ان شاء الله يا رب. You